امل معانا من السويس. ايوه يا امل، امل من فضلك ممكن تشيلي صوت هم التلفزيون كلهم معلين خالص. التلفزيون اتاخر. الو، مش معاهم صوتهم. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. الدكتور هاني معاكي بس وطي صوتك. لا بصي، انا لاغيه، لا انا لاغيه الصوت خالص وحافظه تعليمات القناه. ربنا يكرمك يا رب، تعالي اشتغلي معانا بقى يلا. لا لا خلاص والله انا بشكركم جدا. انت سامعاني؟ اه سامعاكي كويس. دكتور هاني معاكي. مع حضرتك، مع حضرتك يا مدام امل، اتفضلي. طيب طيب، انا بشكركم جدا والله، بشكر المعد والمخرج والله، وبرحب بالدكتور والله. عارفه يعني انا مش عارفه يعني بصراحه، معلومات غزيره ومعلومات ممتازه ومعلومات صحيحه، لان بسمعها من اكتر من كذا دكتور. الله يبارك فيه. سؤالك بقى يلا. الله يخليك. بص خليكي معايا بقى، لو انا يعني تكتبي نوتس كده بسرعه عشان اقفل وتجو عليا. لا الدكتور مركز. الله يخليك. يلا اتفضلي. اتفضلي اتفضلي. طيب طيب، بص دكتور لو سمحت، انا ست كبيره، عندي يعني قربت من السبعين. كويس، كنت لا. بشتغل بس خايفه تقولي سنك يا مدام امل. نعم خايفه تقولي سنك. لا ما انا بقول لا خايفه ليه. لا 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 صوتك صغير خالص عشان كده الدكتور بيجي. لا لا انا والله يا رباب، بص يا رباب، كل اللي بتصل دايما بيكو يقولوا لي لا انت صغيره، استحاله يعني. انا جده. طب لا انا بقول سني عشان يساعدني يعني يساعد. طب ماشي يلا سؤالك. طب قولي. اتفضلي سؤالك. طبعا، امال ايه، ده حاجه مهمه ان انا اقول سني واللي عندي ايه بالظبط. اتفضلي يا مدام. انا اساعد الدكتور والدكتور يساعدني. بص يا دكتور الله يبارك فيك، انا طبعا انا كنت بشتغل الاول، وبعدين قعدت بقى معاش مبكر بقالي 10 او 15 سنه. فطبعا في الاول كنت ببذل مجهود كبير وكده، لما قعدت جالي كوليسترول وضغط، الحمد لله ما فيش سكر. تمام. بس الحمد لله انا كل فتره بقيس الكوليسترول ومواظبه على العلاج، فمنتظم الحمد لله. الضغط برضو منتظم بالاكل الصحي الكويس بتاع قناه العائله. فين السؤال يا مدام امل؟ اتفضل. فين السؤال بقى؟ اتفضل. ايوه سؤالك ايه بقى؟ المشكله اللي بتواجهك ايه؟ طيب طب ماشي، سؤالي السؤال المهم زي ما حضرتك، لما انا سمعت منكم، انا دلوقتي ماشيه مع الدكتور بتاعي خلاص، منتظمه على دواء الضغط بقالي 10 سنين او اكتر. كويس؟ سواء بقى النصيحه من حضرتك، سواء الضغط عالي منخفض عندي مش عندي، تاخدي الدواء برشامه الصبح بدون ذكر اسامي، برشامه الضغط صباحا قبل ده قلته انا مدام امل بالظبط واكدناه. انت في مشكله معينه بتعاني منها؟ يعني في استفسار معين عايزين نتكلم فيه؟ طيب شكرا شكرا. هي غالبا بتسال على فعلا هي فرحانه انه حضرتك طبعا اكدت لها المعلومات. ميرسي جدا ليكي يا مدام امل بجد، وربنا يكرمك. واضح ان احنا نتابع القناه كويس جدا. هي طبعا بتاكد القصه دي ان احنا موضوع الضغط ده احنا يعني اصل ده غلبنا فيه. العيانين بجد زي ما انت بتقولي كده، ياخد القرص يوم ما ياخدوش يوم. لا انا مش همشي على العلاج للاسف، وعينين هايلي ايدوكيتد يعني عينين مثقفين وكل حاجه. تمام. لا ما اخدش القرص. تمام. طيب احنا عايزين بقى نشوف ليه بسال على العوامل بايه، عشان سمع التليفون بيرن جوه فالحق اسال في مكالمه. مصر تحديدا يعني مثلا لما يبقى عندنا نسبه تلوث عاليه في مصر او في القاهره، لما يكون في ضغط عصبي، طبعا حضرتك عارف الظروف الاقتصاديه ساعات بتبقى ضاغطه جدا على الناس، او الظروف ده بيبقى ستريس، يعني اللي بيسافر بره بيحس انه في حاله من الراحة شوية، أو في مفيش الضغط، الناس طول الوقت مضغوطة. دي كلها حاجات مرتبطة بالبيئة المحيطة كمان، يعني ما بين الناس كلها. خلينا المية اللي بتتشرب، الأكل اللي مفيش، مش كله طبعا، مش عايز أعمل بس في شوية، في حاجات ما فيهاش رقابة على الأكل القصة مش اختلاف بيئة زي ما أنت متخيلة، مش تلوث. يعني على فكرة بره عندهم أمراض كسور الشريان التاجي في العالم برضو بنفس النسب. مش نسب عندنا أعلى في مصر، يعني مش من الأعراض اللي عندنا أعلى في مصر. لأن القصة بالنسبة لنا غير الاسترس، ان احنا بناكل عادات غلط. هو ده يمكن اللي فرق بيننا وبينهم ومش كل الدول، ان احنا بنبتدي ناكل شويه بزياده. يعني الوزن الزياده من العوامل الفظيعه اللي بتؤدي لكسور الشريان التاجي. البيئه عندنا متعودين ان احنا الطفل من هو صغير لا اكليه. لا ده ليه، ده رفيع، لا ده ما ينفعش، ده مش عارف ايه. ثلاث شهور دخلينه على طول. فابتدى الموضوع عندنا الاكل. اي خروجه مع اي مجموعه صحاب ده الاكل. طبعا. اي مكان خارجين فيه الاكل، فبقى هو الحاجه الاساسيه. فبتدي لما بنبتدي ناكل بكميات اعلى من اللي احنا المفروض ناكلها، السعرات الحراريه بتزيد قوي، فده بيعمل لنا مشاكل. يعني عايزين نقول في جمله كده، تناول بالظبط، تناول طعامك مثل دوائك. يعني جرعات صغيره ومظبوطه قبل ان تتناول دوائك مثل طعامك. يعني بعد شويه لو ما ظبطتش الجرعات دي. رائعه المقوله دي، اول مره اسمعها. لا صح. بعد كده شويه هيحصل كده. هيحصل كده بجد، يبقى الاكل ساعات بتستغني بالطعام عن بالدواء عن الطعام. بالظبط يعني ده اللي هيحصل بعد كده. فهي من الاول العادات اللي بجد غلط في مصر،
العادات الغذائيه. لكن فكره انه تفكين. عندنا تلوث، عندنا مش عارف يعني مش التفكين. بس التدخين، انه لا الاجواء المحيطه والستريس والضغط العصبي ده مش مؤثر. دي بقى حاجه، لا الضغط العصبي ده لو قلنا ان كل العوامل دي حاجه وفيها ليها فتيل وهي قنبله، الفتيل بتاع ده اللي ممكن ينفجر هو الضغط العصبي. الضغط العصبي اه بالظبط. يعني عايزين نقول ان انت بتشوف حد بيزعل، حد بيفرح، يجي له جلطه، ده بجد مش في الافلام، ده بيحصل. ده حقيقي بجد. صحيح. وذبحه صدريه والكلام ده بالزبط. كله بجد. طبعا كفايه اصلا الزحمه بتاعت الشوارع لوحدها، الواحد يروح بيته بيكون خلاص.